السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى العدوي، تفضل. طبعا الشيخ أنا من السودان. أنت عارف الحال في السودان عامل إزاي والحرب؟ الله يكشف عنك الضر يا أخي. اللهم آمين. طب أنا في مصر هنا وأهلي هناك في السودان. وطبعا أنا مش عارف أعيش يعني من غير أهلي وكده. ففي الدنيا حرب وهم بيقولوا لي ما تجيش راجع يعني. راجع إيه؟ بيقولوا لي مش ما تجيش راجع. يقولون لك لا ترجع السودان. ايه وانا عايز ارجع السودان. انت مصري ولا سوداني؟ لا انا سوداني. اللهجه مصريه يعني. طيب لا تذهب الى البلاء هنالك، وسع في احضارهم الى مصر. بس